يواصل تيار الوفاء الإسلامي سلسلة فعالياته الخاصة بنصرة القيادي المعتقل عبد الوهاب حسين، وانطلقت في هذه الإطار سلسلة من التظاهرات الشعبية، وهتف المواطنون بالفداء والتضحية من أجل عبد الوهاب الذي يتعرض مع القادة المعتقلين للقتل البطيء من خلال حرمانهم من العلاج وضمن ظروف صحية ونفسية قاسية. المواطنون رفعوا صور الأستاذ عبد الوهاب وقادة الثورة وسط مشاعر غاضبة نادت بإسقاط النظام ورحيل الحكم الخليفي ورفض التحاور معه. القوى الثورية أكدت على ضرورة الاستمرار في النزول إلى الميادين وتسجيل المواقف التي تؤكد على عدم التسامح مع النظام، وشددت بيانات القوى بأنها لن تتهاون في اتخاذ الخطوات المطلوبة في حال تعرض قادتها لأي خطر جسيم على حياتهم. وبموازاة ذلك جدد المواطنون التظاهرات المطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد عبد العزيز العبار والمحتجز منذ أكثر من 20 يوما، وعملت قوات النظام إلى مباغتة التظاهرات والهجوم على المشاركين فيها باستخدام مختلف الأسلحة، وقد أصيب عدد من المواطنين بطلقات الشوزن والغازات السامة، كما سجلت حالات اعتقال واقتحام المنازل في أكثر من بلدة. ورداً على الاعتداءات نفذت مجموعات ثورية حضوراً واسعاً لردع القوات، وشهدت أكثر المناطق حماسة ثورية في مواجهة القمع، وهو ما عبر عن قوة الخيار الثوري بين المواطنين وفشل النظام في كسر إرادتهم وإجبارهم على خيارات التنازل والتسوية.